بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على صيام رمضان وعلى قيام ليله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم اجعل هذا الشهر شهرا كريما على هذه الأمة، اللهم أمين يا رب العالمين. يعني كلمتي تتلخص في أن أي إنسان منا يريد الهداية فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له هذا الطريق ويعينه عليه، وأي إنسان لا يريد الهداية فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يريد. وذلك موجود في سورة الليل، في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وهذا هو طريق الجنة فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا العمل الذي قصده، الصدقات وعمل الخير وما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في الحالتين في تيسير، من أراد عمل الخير فإن الله ييسر له عمل الخير، ومن أراد عمل الشر فإن الله عز وجل ييسر له عمل الشر. وفي الآخرة هناك حساب يجمع هؤلاء يوم القيامة. ابن تيمية ابن القيم يقول كلمات طيبة في هذا المجال. يقول: نجائب النجاة مهيئة للمراد، نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. إيه معنى الكلام ده؟ من أراد الهداية فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له الطريق ويعينه، ييسر له السبل التي تجعله يصل إلى مبتغاه. والذي لا يريد الهداية ولا يريد الحق، الذي لا يريد التقوى، فتراه مقيدا، أقدامه مقيدة، لا يستطيع أن يتحرك خطوة واحدة. ولو أردت مثالا على ذلك، انظر إلى سلمان رضي الله عنه وأرضاه. عندما أراد الخير، عندما كان يبحث عن الهدى، عندما كان يبحث عن الحق، عندما كان يبحث عن الإيمان، عندما كان يبحث عن الإسلام، فإنه تحرك وظل يسأل، والله سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب، ييسر له السبل، جهز له النجائب من الركائب، يعني الوسائل السريعة القوية التي حملته حتى وصل إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هو وصل وقد بيع عبدا وهو حر، ملك ابن ملك، ولكنه قبل أن يكون عبدا، ولكنه ينتظر محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا ليحقق غايته وليحقق مبتغاه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا وكان في أحر في اشتياق شديد إلى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطابق الصفات التي تعلمها من الرهبان والأحبار الذين دلوه على أن المدينة سوف يجد فيها ما يحب وما يرضى. عندما وصل إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم واختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن إيمانه وإسلامه
وصارت كل قبيلة تقول سلمان منا سلمان منا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. من ذا الذي جعل سلمان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي النجائب التي حملت سلمان ويسرت له السبل، سبل الهداية، حتى وصل إلى هذا المكان، حتى صار من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ضربت مثالا بالمطرود الذي قيدت أقدامه، الذي وثقت أقدامه، فتجد أبا طالب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي رسول الله ويحمي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم جيدا أن ابن أخيه ليس كاذبا، يعلم يقينا أنه على حق، ومع ذلك أقدامه موثوقة بالقيود، لا يستطيع أن يتحرك نحو الإيمان، لا يستطيع أن يتحرك نحو الإسلام. ولذلك عندما كنت تسأل سلمان عن ماله يقول الفقر، ليس عندي مال. طيب نسبك، أين نسبك؟ من فين قبلتك؟ يقول سلمان منا آل البيت، يقول أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام. كان يفتخر بأنه ابن الإسلام، لكن أبا طالب كان يفتخر بأنه ابن كذا وابن كذا وابن كذا، يعد الأجداد، يعد الآباء والأجداد. انظر إلى الذي ينتسب إلى الإسلام والذي ينتسب إلى الأجداد. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد حط بالشرك النسيب أبو لهب. وتجد مصداقا لذلك قول الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا ما يؤكد على هذه الحقيقة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في الجانب الآخر وأقدام المطرود موثوقة بالقيود، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلنكن جميعا ممن يرغبون في السير إلى الله عز وجل. فإذا كنا راغبين بصدق إلى الله تبارك وتعالى، فسوف نجد النجائب السريعة، الوسائل السريعة التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وتعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.